يلا. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. فقرة جديدة من فقرات الدولاب، الدولاب شيل وحط. حنا اليوم في شيخة أحمد رحيم ومعاونيه، اليوم من أيام الحج المباركة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، والله أكبر، ولله الحمد. اليوم اللي بياخذ معي درجات قوية أبعتبره وسميته وغرت بها في تويتر، قلت هذا بطل وبسميه بطل الحج، وهذا اسم استثنائي بيكون معك حتى بعد البرنامج، وإن استمر البرنامج 10 نسخ فأنت بطل الحج رقم 1. لكن من هو صاحب الحظ الجميل اليوم في الرقم الصعب اللي بيحققه معنا؟ اليوم حنا في شيخة حبيبنا أحمد رحيم ومعاونيه مسعود والشباب اللي معه، فنواف ومن بعد؟ نواف ومسعود واحمد رحيم، حياك الله طال عمرك. الله يبقيك يا حبيبنا، اهلا وسهلا. ما شاء الله تبارك الله. اليوم وش شيخه كل اليوم بديت بها يعني، او الاشياء اللي توعد بها يعني يعني المتسابقين والقناه والمشاهدين؟ طبعا تشرفنا اليوم عند استاذ، اهلا وسهلا. الله، شكرا لك يا سيدي. تشرفنا طلع بحضور معك تسلم الفقرة الجميلة. لكن الدخولية أخرناها تعديل بعض الأشياء عندنا. الدخول أصلا يوم الخميس أنت تعينت، يعني عندنا أهم من الدخولية. الحمد لله، بيض الله وجيه العيال، ما قصروا تعاونوا معنا بالشيء هذا، والحمد لله على كل حال. ما شاء الله تبارك الله. فإذا فيه نجاح فاعتبر النجاح للجميع. يا سلام. طبعا هذا دائما الكلام، دائما هم أصحاب الشيخ حتى يخرج من المألوف ويخرج أنه ما يحد يعني يحرجه بأشياء وعد بها ويعني ما سواها. فهل وعدت بشيء ولا سويته؟ خلنا نسمع سلطان المي. سلطان ميري، مسعود وأحمد بينهم ثار في الفقرة ذي، واليوم من؟ أحمد ومسعود بينهم ثار في الفقرة ذي. نعم. طبعا ما أدري، أسألهم إذا بيتم الثار اليوم. هل الثار لازال يا مسعود؟ نعم. لا تعاين فيه. إحنا شيوخ برا، لكن إذا دخلنا هنا يجي مصاق الخيل. مصاق الخيل. يعني لازال موجود فيه التحدي، ولازال فيه الخصم موجود. نعم. ولازال. نعم. الضرب موجود. نعم. حتى وين كنت تحت إمارته؟ أنا لست تحت إمارته. خربة. أنت معاون؟ معاون. طيب والمعاون وش معناته؟ لولا المعاون ما عاش. طيب أنا بقول لك يعني ما يقدر يسوي شيء إلا بعد أمرك. ما يحتاج هذا خصم. مرة؟ نعم. ما هو صادق. مو صادق؟ نزل البشت وإعلن انقلابك عليه. لا 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 يا ابو، انا بعلن انقلابي عقب الالف. عقب الالف. لا لا لا. طيب اعزائي المشاهدين، ادري انكم تنتظرون الحرب والمطاحن. الان الشيخ والمعاون حقه نواف، وينه؟ حياك الله. كيف حالك نواف؟ مرحبا. عندك تصريح بتقوله بيجلدونك الرجال ترى يمكن ب1000. لا لا، ما عليك. شوف هذا المغري هرج زياده. انت يا ذا. اوه، يعني اثنين ذا. الحين صرت ذا. انت ذا والله. لا لا، هد بدون اسمع. حلمك طال عمرك. حلم الشيخ تراك سلمت منها مرة. أنت نظاراتك ذيك أنك دكتور. طيب دكتور، نبدأ المفقرة. طيب الحين الفقرة، ما اللي غايب يا شباب؟ طبعا بهاج عبد الله شهراني بهاج المستشفى. ألف سلامة، عسى ما شر. لا لا، بس أموره بسيطة ويجي. طيب من اللي غايب بعد أيضا؟ بس كاملين. كيف حالك يا حمادة؟ ايش فيك منتك يا حماده؟ ابو البراء تعال جنبي. تعال 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 شيخ. تعال، انا حسيت بشعورك يوم دخلوا عيالك. تعال تعال. شلونك طال عمرك؟ الله يسلمك. سمايل سمايل، ابتسامه وجهك صدقه حتى لو ما انت ايه. ايش فيك زعلان يا حماده؟ مو زعلان، تعبان شوي. سلامتك والله. والله تعبان. وش اللي متعب؟ صدري يوجعني. سلامتك والله. صدرك ولا اللي جوا صدرك؟ والله صدري يا قلبي. ما يهق ما يهق ما يهق ما يهق حبيبي والله. حبيبي والله. يا سلام، سلامتك والله. انا اليوم يعني الحضن، يعني بالحضن، لكن طبعا بالحب وبالمحبه نودع حبيبنا عزيز محمد، عسى ربي يوفقنا وياك، وقدامك ان شاء الله الفال الطيب يا عزيز، ونايف الحزيمي ايضا اللي خرج بالبرايم، نايف شاعرنا ومحبوبنا، وايضا نايف على ما قال روحك في الفقرة أيضا بنفتقدها، أنت والشباب اللي يطلعوا. أستاذ زيدان الوايلي. زيدان؟ إيش فيه؟ أعلم مغادرته اليوم. لوين؟ خرج من البرنامج. لا ما أدري عن هذا الشيء، صدق؟ إيه والله. زيدان؟ إيه والله.
صحيح والله شباب. اي والله ابو احمد عز الله انه بقيده. والله يا زيدانك فاجاتني وني ادري بالخبر والله. اي والله لا قبل الفجر جاء ترى زيدان سلم عليك. نحبك يا زيدان وكان وجودك دائما فارق. عسى ربي يوفقنا وياك. اي والله ولكنها سياسه البرامج والاخذ والعطاء. الله يوفقك. الله يوفقك. نقول شباب نجاح سلم عليك وانا راقد وكذا. اي بالله عسى ربي يحفظك هو بس ويسر امرك. طيب والله ما قلنا منه الا كل العلم الخير. الله يعطيكم. ابغى اسمع تحيه للجميع هنا الموجودين معي. الجميع على المسرح. نبدا فقرتنا وتحت الشيخه وتحت المعاونين للشيخه اللي يعلنون حربهم على الشيخ. بس خليني اقول كلمه بما انه جاي يسلم علي الصباح زيدان وانا نايم. قل له ابو زيدان تراك والله العظيم ونعم الاخ ونعم الصديق وما قصرت معانا كلنا. يستاهل. لذلك الله يوفقك في مسيرتك. الله يحفظك. شكرا لك. الشيخ يقدر يستمر. تبغى تستمر هنا؟ اقدر. ها؟ لعبوا في الشاشه. خصم. لا 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 ما في شيء ما في شيء. والله تو انا ابغاك انا جنبي شلون؟ مساعد. يلا انا جنبك في البرنامج وبرا البرنامج. عاجل استرح الله يبيض وجهك. شكرا لك. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين لا زال الدولاب يعلن الحرب.